الكراسي يا أصحاب الكراسي اضربنا مش سياسي اضربنا مش سياسي الاتحاد هذا إلنا الاتحاد هذا إلنا واللي فيه ما يمثلنا واللي فيه ما يمثلنا. أول شيء خروج جميع المساجين الذين اعتقلوا ظلما بسبب مطالبتهم بحقوقهم، وهذا لن يثنينا عن المطالبة بحقوقنا الأساسية والمشروعة، أولا تحقيق كرامة المعلم ومساواته ببقية موظفي الدولة من الأطباء والمهندسين وغيرهم. هذا الإضراب ليس مسيس، انظر إلى هذا الاعتصام، لا يوجد فيه لا أعلام صفراء ولا أعلام خضراء ولا أعلام، هذا إضراب كرامة، إضراب وطن. المعلمون ليسوا مسيسون ولا أحد يقودهم. خابرين المواقف السابقة للمعلمين، بس الأيام رح تثبت إنه المعلم وقفته وتصميمه هذه المرة رح يختلف. فبنصح أنا المسؤولين والحكومة إنه يعني ما يضيعوا لا على التوجيه ولا على الطلاب، مش إحنا اللي منضيع، هم يلبوا مطالب المعلمين ويعطوهم الأشياء اللي اتفقوا عليها. أولاً إحنا بدنا حقوقنا المهضومة، 50% على أقل تقدير زيادة زائد 3000 شيكل راتب أساسي، هاي حقوقنا. وفي تبعيات اللي هو تحسين التقاعد، أشياء ثانية، هاي لما إحنا منشكل الاتحاد الجديد ساعتها منطالب فيها. ولن نعود للدوام إلا بإطلاق سراح زملائنا ولو كان ذلك على جثثنا. سنستمر في هذا الإضراب لأننا مقتنعون أن مطالبنا عادلة. لا لتكميم الأفواه، لا لتكميم الأفواه، وبصادرة الحرية، وبصادرة الحرية.